الفته حلوه قوي كله. وبعدين يا دكتور عاشور بقى، انا معاه امشي معاهم المشوار ده كله، وفي الاخر اقطع من المولد بلا حمص. يا دكتور نافع، مفيش حاجه اتحسمت. انا قلت لك اللي سمعته، وده ممكن يبقى مجرد شائعات تكهنات. دكتور حسين الكبير يجيبوه وزير؟ بمناسبه ايه؟ ايه خبرته في العمل العام؟ ده هو لسه بتاع اول امبارح، ولا عشان طلع في التلفزيون قال كم كلمة في كم برنامج يجيبوه وزير؟ بقوا أهل في بعض بقى. ما ليه وعدونا بالتعددية؟ ليه أوهمونا إن في تمثيل لكل الطيارات؟ لا هو كلام الليل مدهون بزبدة والطعيم النهار يسيح. ها طمني يا نافع، ما وصلتوش لأي أخبار جديدة؟ والله يا سهير أنا هيجيلي هارت أتاك. ده انا خدت سهيل اتحجبت وانا كنت ناوي اربي دقني. انا سمعتهم امبارح في التلفزيون بيتكلموا عن الدكتور فوزي جمعه، وبيقولوا انهم هيعينوه وزير شباب. فوزي جمعه يبقى وزير شباب؟ ايوه، دي المهزله الكبرى. ده الراجل مقدم استقالته في الحكومه اللي فاتت، وبعدين عليه قضيه النسب غير قضايا كتيره مرفوعه عليه، اهمهم قضيه المبيدات المسرطنه. ده يمسك وزير الشباب لما يخاطب الشباب ويعلمهم، يعلمهم ايه؟ السفاله والوقاحه؟
هو الراجل ده مش كان اعتزل العمل السياسي وقعد في بيتهم؟ اعتزل ايه؟ ده الطيار الياسماني كله راح له البيت اكتر من مرة عشان يغير رأيه. وحياتك ده بيهددهم بيلعبهم، عايز يقولهم انا عايز منصب، ولو ما خدتش منصب هرجع لكم تاني واسود عيشتكم. مين؟ الو؟ ايوه مين؟ نعم؟ مين؟ الرئيس. مين؟ الرئيس. معاك يا فندم. فخامة الرئيس، مبروك لمصر، مبروك للأمة الإسلامية كلها. الله يا فندم تقوموا عيماني شفتش من أول ما أعلنوا النتيجة. أيوة ربنا يبارك لنا في عمرك وفي صحتك. أنا كنت فين يا فندم؟ كنت في الميدان طبعاً يا فندم، علشان لو أي حد حب يلعب بديله لن أتوانى وأقسم بالله على إني أولع فيه. أيوة يا فندم، دونها الرقاب، دونها الرقاب. أتوني يا فندم جندي من جنودك، تابع من أتباعك المخلصين، من أهلك وعشيرتك. يا فندم والله يا فندم دي ثقة كبيرة جدا. أيوة ربنا يبارك لنا في عمرك يا فندم، ربنا يحفظك، ربنا يخليك. والله ثقة جدا في محلة، في محلة. ماشي يا فندم. لا إله إلا الله. السلام. السلام. بقيت وزير الشباب في الحكومة الجديدة. موفق معليك. توفيق إن شاء الله. أقسم بالله العظيم أن أحافظ عليك وأن أحمي. تفضل معليك. وسلامة أراضي. أقسم بالله. دكتور حسين شكرا. بلد نص القسم على الوزير. سلامة البلد وسلامة أراضي. أنا حافظ القسم صم، عارف حضرتك حافظ بقالي سنين، أنا مش قادر أسمعه وأنا مغمض عينيا. بالتوفيق إن شاء الله. إن شاء الله. أقسم بالله العظيم أنا حافظ على نظام الجمهور. ألف مبروك يا معالي الوزير. الله يبارك فيك يا معالي الوزير. شايف الحكومة شكلها يفرح إزاي؟ بسم الله ما شاء الله. شايف التناغم والانسجام اللي بينهم؟ مصر بتتولد من جديد يا دكتور نافع. اهي وزارة الأوقاف اللي أنا مسكتها دي، قسما بالله ما كنت أعرف أدخلها ولا قابل وكيل وزارة فيها، لكن سبحان الله قادر على كل شيء. ونعم بالله. وحضرتك يعني مسكت وزارة إيه؟ وزارة الشباب. الله أكبر، الله أكبر، الرجل المناسب في المكان المناسب. عايزين نتعاون بقى، عارف سعادتك الأوقاف والشباب لو حط إيديهم في إيدين بعض صلحت الأمة كلها. الشباب هم اللي قاموا بالثورة، هم وقود الثورة. أنا ناوي أقدم اقتراح لفخامة السيد الرئيس بتغيير اسم وزارة الشباب إلى وزارة الثورة، وإن شاء الله ناوي أعمل كل اجتماعاتي في الاستاد في الميدان. الله أكبر، الله أكبر. بعد إذنك. طب أقسم بالله العظيم. أيوة زهير. أيوة لا لسه هدخل. بقول لك إيه؟ سجلي لي القسم وشيري. دكتور حسين اتفضل. الله أكبر، الله أكبر. ما تنسيش ها؟ شيري ها؟ دكتور نافع. أنا جاهز يا دكتور، اتفضل، اتفضل. عاوزك في كلمة لو سمحت. خير تحت أمرك. إيه غيرتوا حاجة في القسم؟ لا أبدا، بس هو حصل تغيير مفاجئ. أنا والله والله لسه عارف دلوقتي. تغيير إيه؟ وسعادتك فعلا فعلا كنت مرشح لوزارة الشباب. كنت؟ على آخر لحظة بقى ظهر مرشح حظى بقبول القيادة السياسية. أنا مش هحلف اليمين. سيادة الرئيس بيبلغك بنفسه اعتذاره وبيقول لك إنه شايلك لمنصب مهم. دكتور عبد الهادي بس أنا كده
يعني موقف صعب قوي. ما فيش اي وزاره فاضيه؟ اي وزاره؟ انا اسف جدا والله. ولا حتى وزاره البيئه؟ لسه حالف اليمين. انا يا دكتور انا هاجي وامشي فيا قمر عيش، والخدمه الشريفه انا اول واحد جيت حتى اساله. انا مقدر الموقف والله، لكن اوعدك الكام شهر اللي جايين هيحصل حركه المحافظين الجدد وحيكون لك نصيب فيها. يا سهير ما تشيريش علي. ها اقول لك فندم، وكنت قد انتويت ان اعتزل العمل العام وان اهجر الحياه السياسيه تماما ونهائيا وانضم لصفوف الجماهير متفرغا ولاول مره لحياتي العائليه كاب لطفل وطفله. مش هتسيبك، مش هتسيبنا، انت تعبنا، انت حبيبنا. مش هتسيبك، مش هتسيبنا، انت تعبنا، انت حبيبنا. عم حميد قول لابوك صور مصر بيعشقوه. عم حميد قول لابوك صور مصر بيعشقوه. ادوني فرصه بس اكمل. انا كنت جاي النهارده علشان اعتذر لكم واشكركم على هذه الثقه الغاليه، بس وانا جاي هلا وعبد الحميد قالوا لي لا يا بابا لازم تكمل. انا كنت اعتزلت العمل السياسي عشان هاله وعبد الحميد، والنهارده برجع للعمل السياسي علشان هاله وعبد الحميد. أنا بعت لك تجيلي مكتبي بعيد عن البيت والمصنع عشان نتكلم لوحدنا بمعزل عن أي تأثير. اتفضل يا دكتور. أنت أكبر من بنتي سارة بخمس سنين، بس أنا عايز أتكلم معاكي كأصدقاء. هكلمك في مسألة شخصية إذا ما اعتبرتيش ده تدخل في حياتك، ولو سمحتيلي طبعاً. أكيد يا دكتور، حضرتك زي بابا بالظبط. والدك حسونة بركات، ربنا يشفيه وفك أسره بقى. ربنا يعلم انا بحبه قد ايه، وحاولت كتير ارجعه للطريق المستقيم، لكن مع الاسف فشلت. وحضرتك تقصد ايه؟ انا اقصد اقول ان انت محتاجه وقفه مع النفس، وقفه حقيقيه. الولد الاولاني اللي كان ابن رئيس الوزراء ده، انا عارف انك ما كنتيش عايزاه، لكن والدك كان مصر عليه لاسباب لا علاقه لك بها. اما الولد الثاني فتحي، انا اللي اخترته يا دكتور، وفي نفس الوقت كمان أنا اللي اخترت نسيبه، يعني في الحالتين القرار كان قراري أنا. أنا مش عاوزك تكبري ولا عاوزك تاخدك العزة. اتفضل. الأولاني كان مجايب حسونة بركات، والتاني كان مجايب فوزي جمعة، ما في هذا شك. لما تلاقي نفسك بقى متلخبطة وتايهة ومش عارفة ترسيلك على بره، يبقى مفيش قدامك غير حل واحد. ايه هو؟ تتجه لربنا سبحانه وتعالى، تروحي له، هو اللي في ايده يساعدك، هو اللي في ايده انه يعدل لك الدفه. تعرف يا سلوى، انا كان اوقات كتير احس ان حياتي ضاعت، واحس بضيق وخنقه وشيء طابق على صدري. عارفه كنت بعمل ايه؟ كنت بسمع ام كلثوم، ليها غنوه بتقول القلب يعشق كل جميل، فيها حته بتقول دعاني لبيته لحد باب بيته، لما تجلالي بالدمع ناجيته. كنت لما اسمعها ارتاح خالص، واحس ان الغمه زالت من على صدري. انا بتكلم بجد والله، انا مش متدروش، ولا انا اخوان، ولا انا سلفي، ولا ليا في السياسه خالص، انما بكلمك الكلام الصح. انت خبطتي على كل البيبان وسمعتي كل الناس، جربي تخبطي على الباب ده، مش هتخسري حاجه. حاضر يا دكتور. خدي ده السي دي اللي انا قلت لك عليه، اسمعيه وقولي لي رايك ايه.
ايوه ماما. لا يا حبيبتي انا كويس مفيش اي حاجه. لا ما تقلقيش عليا. لا 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 ده عندي شويه برد. المهم انتي عامله ايه؟ جدو عامل ايه كمان؟ امي ممكن تدعيلي معاكي؟ عشان خاطري محتاجه ادعيكي قوي. لا حبيبتي مفيش حاجه والله والله هو شويه برد ما تقلقيش. طيب يا حبيبتي يلا. لا اله الا الله لا اله الا الله. إنهم يدافعون باسم الإسلام عن الملكيات الكبيرة ورؤوس الأموال الضخمة، لذلك فإن الرجعية الدينية تؤلف مع الرجعية الاجتماعية معسكراً واحداً يدافع عن مصالح واحدة، وهي أكبر خطر يهدد الدين ويهدد أيضاً المجتمع ويهدمه. نحن أمام فصيل يميني متطرف يستخدم الدين كمادة إعلامية في أبشع أنواع الانتهازية السياسية. إن الإسلام الحنيف في بداية ظهوره كان ثورة، لذلك لا يفهم الإسلام حق الفهم إلا الثوار. إن أقرب الناس للدين الإسلامي هو الجيل الثوري ده، مش اللي بيدعوا إنهم غيورين عن الإسلام. احنا قلنا للنظام السابق في عز جبروته ايه؟ ايه؟ دول بقى مش هنقول لهم ايه؟ هنقول لهم بره 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 بره. انت هتقعد مكشر لي كده ومبوز في وشي؟ مالك يا ولد عمي؟ بقى تتجوز وتعمل فرح وصورتك انت ومرتك تطلع في الجرانين واحنا نشوفوها عادي كده يعني زينا زي الغرب؟ ليه؟ الله كنا هنقرك ولا كنا هنقرك؟ لا هو اصل الموضوع جه بسرعه يعني كده. حاك عليا انا اسف. وما هيش دي برضك نمضى جالي. امال ايه؟ انا بقالي سنين بتحايل عليك بقول لك يا فوزي يا فوزي نفسي اشوف واد من صلبك. اجي الاقي عندك تنين؟ تنين يا فوزي؟ انت ايه؟ هل احسدك ولا ايه؟ ده انا ما عنديش اكتر من العيال. تحسد ايه بس يا مرعي؟ الموضوع غير كده خالص. البنت دي مش بنتي، انا متبنيها. طب الواد؟ لا الواد يبقى ابني. ايوه فاز، بس الواد ده 10 سنين، انت مخبي علينا ليه؟ هخبي ايه بس يا مرعي؟ الولد كان مع امه. وامه فين؟ يا دي الصعيده لما يقعدوا يسالوا في كل حاجه. شوف يا فوز انا ليا فيه زي ما ليك انت بالظبط، انا عمه. كلام اللي انا قريته في الجرانين دي مفور دمي. امه فين؟ امه في فرنسا. بتعمل ايه في فرنسا دي؟ الست كانت تعبانه شويه وراحت تعمل عمليه هناك. ده اسمه الكلام دي؟ ويبقى من الرجوله والشهامه ان انت تسيب مراتك لوحديها بره؟ الله دي عاداتنا يا فوز والتقاليد اللي اتربينا عليها. ما هي مش لوحديها يا مرعي. الله امال مين معاها بيشوف مصالحها؟ جوزها. اسمع فوز انا مش جاي لك عشان انت تتمسخر علي، مش فاهم منك حاجه، انا عاوزك تتكلم دغري كده. الحقني يا انكل ورع الحقني هتضرب. الله يجمد يا عبد الحميد، امال فيك ايه؟ الله بتخاف من بنت صغيره؟ اضربيها يا هاله ولا يهمك، دليل ادب. انت قلت لي مين اللي هو من صلبك ومين اللي انت مربيه؟ الواد ولا البيت؟ الاثنين يا ولدي عمي الاثنين.
ايه ده؟ ايه ده يا مرعي؟ الف حمد لله على السلامه يا حاج. ايه يا حاج القمر ده؟ ما شاء الله راجع وشك منور ومشدود شده جامده قوي. انت كنت في السعوديه ولا في لبنان؟ ايه واد القمر ده؟ بطل. حمد لله على السلامه يا كراميلا. انتوا هتفضلوا ملمومين حوالين امكم وسايبيني ولا ايه؟ يا حاج انت راجل واخد السكه قياسه ورايح جاي على هناك كل سنه ما شاء الله، مش عايز احسدك. انما الحاجه كراميلا اول مره تعملها، ومع ذلك حمد لله على السلامه يا حاج. جبت لي سجاده الصلاه وسبحه ميه زمزم. جبتهم لك يا حبيبي. حبيبي يا جدو عسل. عمره مقبوله ان شاء الله، ربنا يتقبل منكم ويجعله في ميزان حسناتكم. عمو مرتاح شويه. هاجي معاك يا جدو. حمد لله على السلامه يا امي. الله يسلمك يا حبيبي. البيت كان مظلم من غيرك. ربنا يخليك منور بيك يا حبيبي. فين سلوى امها؟ نازله حالا يا امي، تخلص بس الدرس وتنزل على طول. درس ايه؟ ما هي سلوى ربنا هداها وبقت بتدرس دينها وتعاليمه، وعقبال تموره بقى. ربنا هداها؟ دي سلوى اختك طول عمرها بتصلي وبتصوم وعارفه ربنا كويس. هستناكم في نفس الميعاد ان شاء الله. يلا السلام عليكم. مع السلامه. الحمد لله على السلامة. ربنا يتقبل إن شاء الله. لسه فاكرة؟ أنا بقالي نص ساعة قاعدة. معلش يا ماما، كان عندي درس وما قدرتش أسيبه. وأنتِ هتلبسي الحجاب ده على طول؟ الحمد لله، أنا ربنا هداني. وناوية تتنقبي زيهم؟ اللي بتعمله سلوى ده يا ماما هو اللي قاله الشرع. ديننا أمرنا بكده. هي لا تلام على اللي بتعمله. إيه؟ يعني أنا اللي ألام؟ ماما علاء ما يقصدش، بس يعني اسكتي خالص ما تتكلميش. وكل واحد فيكم هيعمل محامي للتاني ولا ايه؟ اخر الزمن جايين تعرفونا ديننا؟ انا لسه جايه من بيت ربنا وعارفه ديني كويس قوي. فاهمين ولا لا؟ ماما كانت مسيحيه، كانت بتجيب لي شيخ في البيت يعلمني الصلاه ويحفظني القران. والله العظيم لما بسيب فرض كانت بتضربني. اللي جرى لكم؟ مين اللي لعب في دماغكم؟ اللي لعب في دماغنا لعب في دماغنا من زمان يا امي. ومين بقى لعب في دماغكم من زمان ان شاء الله؟ فوزي جمعه. اسمه بابا فوزي يا ولد. لا ده مش بابا، ده راجل شيوعي كافر وما عندوش دين. وانا لغايه دلوقتي مش فاهم انت دخلتيه حياتنا ليه اصلا؟ راجل اتجوزك سنه وبعدين طلقك، يفضل على علاقه بينا ليه؟ داخل خارج بيتنا قدام الناس وهو محرم عليك شرعا. اخلص خالص، كلمش امك كده يا ولد. جاي دلوقتي تتكلم على فوزي جمعه؟ خرجت من 100 مصيبة، محدش عبرك وقف جنبك. دلوقتي فوزي جمعة بقى ملحد وكافر. اقص حتى دول طلعتهم ثورجية زيك يا فوزي، معقول؟ محدش يقدر يطلع حد ثورة يا كريمة. الثورة بتتولد مع البني آدم، بتبقى موجودة في الهرمونات بتاعته، وأي حكومة مستبدة ملهاش شغلانه غير انها تموت الهرمونات دي. بس الناس مسكين لسه ما بالهمش حاجه، اما اشوف هعملوا ايه؟ الكتاب بيبان من عنوانه يا حاج. وانت بقى رايح لمامي فرنسا امتى؟ يوم الخميس اللي جاي. هو هيسافر لوحده يا فوزي؟ لا انا هوصله، هقعد معاه كام يوم كده وارجع. وهي صحتها عامله ايه دلوقتي؟ يعني الحاله مستقره، اسبوع ولا اتنين وتعمل العمليه. ربنا يشفيها ويسترها ان شاء الله. يا رب يا رب. طب ايه رايك يا فوزي؟ تسيب لنا هالة تقعد معانا الكام يوم اللي انت هتغيبهم. ايه رأيك يا هالة؟ لا انا هقعد مع طنط عديل. اصل عديل اروحها فيها. بس يا فوزي انت شايف البلد رايح على فين؟ السؤال ده بقى عامل زي اللي بان بق كل واحد يا حاج. انا جاوبك على السؤال ده يا حاج، رايحه بقى على كل خير ان شاء الله. دكتور مؤمن. أول مرة تشوفني من غير ما تغمي عينيا. ازيك يا دكتور فوزي، وحشني. ازيك يا مدام كريمة؟ الحمد لله. ازيك يا حاج عبد الكريم؟ ايه ده؟ مين الولاد الأمير دول؟ دول ولاد الدكتور فوزي. اتفضل يا دكتور مؤمن. والله صحيح. يلا خدهم ما يغروش عليك، ما أنتم مكوشين على كل حاجة في البلد، اشمعنى دول يعني؟ منك يا دكتور فوزي، ما حدش بيسلم من لسانك. اللي بيعمله الراجل ده يا مؤمن؟ ما تعقلوه هو اللي معاه. دي مصر.
مصر ماهيش كفر ولا مركز صغير في الأرياف. معلش أصل المسألة جت على استعجال برضو، يعني مفيش مانع إن احنا نستحمل شوية أخطاء بشرية، المهم البلد تستقر. إنما أنا ما شفتكش مسكت حاجة يعني، ده في ناس كانوا مرشحين لك رئاسة الوزراء. لا لا أنا ماليش دعوة بالمناصب والحاجات دي، أنا مستشار ده آخري وبس. أستأذن أنا دقيقة واحدة بس أجيب حاجة نشربها. ألو إيه؟ إمتى؟ طيب طيب مدام كريمة. نعم. حسونة بركات تعيش إنتي. صدق الله العظيم. معقول الدنيا وحشة للدرجة دي؟ الراجل يموت ما عادش يجي عز فيه. كويس إن أنا وأنت جينا يا حاج عبد الكريم، ده أنا جبت المقرق بالعافية. كل ما أكلم واحد شيخ ويعرف إنه عايز حسونة يعتذر. الدنيا قاسية أوي ولا تسوى حاجة. أصل أي حد هيجي العزا يا حاج هيصنف فلول ويتحط بقى في القائمة السوداء ويطلع عين أمه في القنوات وعلى الفيسبوك. ما أنت جيت أهو وأنت راجل سياسي وموقفك معروف. أنا ما يهمنيش والناس كلها عارفين كده. مين ده؟ ده اللواء مختار صاحب المرحوم؟ لا تلاقيه جاي يعرف مين اللي في العزا، جاي شمشم. ايه في حاجة؟ وقال الله خير. ما نجيلكش في حاجة وحشة ولا في حاجة حلوة ولا نجيلك خالص. هو في حد بيجي عندكم في حاجة حلوة؟ الحاج عبد الكريم حامى المرحوم. شد حيلك يا حبيبي. اتفضل اقعد جنبينا عشان الدنيا زحمة جوه. حاضر. والله لفتة جميلة منك انك تيجي العزا. انت كنت تعرف حسونة؟ ايوه يا فندم اعرف. لا ما انتوا تعرفوا كل واحد في البلد، انا قصدي يعني تعرفوا معرفة شخصية، يعني في اتصال بينكم؟ لا الحقيقة انا عمري ما قابلته فندم. والله فيك الخير. صحيح يعني ده في ناس كانوا هم والمرحوم كده اهو ما هوبوش ناحية العزا. سعادتك انا مش جاي المرحوم، انا جاي المعليك. هما قالوا لك اللي انا اللي مت؟ بعد الشر عليك يا فندم، ربنا يديك طولة العمر. أنا بس الحقيقة كنت عايز أتكلم مع سيادتك بشكل غير رسمي ودي وشخصي. اتفضل. هنا سيادتك في العزاء. هو في أهدى من هنا؟ مفيش غير أنا وأنت والحاج سامعه تقيل ما بيسمعش غير عبد الوهاب. يعني سيادتك عارف إن ظروف البلد اتغيرت، بقى في حالة سيولة، وده من مكاسب الثورة اللي لازم ما نفرطش فيها ونحافظ عليها. خلاص الشعب اختار طريقه واختار قياداته وهو بلد بدأت تتحرك تمشي يعني. في مثل روسي ينطبق على الحالة اللي احنا فيها بالظبط. بيقول ايه المثل ده؟ نعم تستطيع العرب الخربة ان تسير اذا وضعت في اعلى طريق منحدر. وحياتك وديتهم له عديله، قلت له النمره غلط، الكلام ده ما ينفعش معايا انا. انت هتقولي على حضرتك يا دكتور، ما انا عارفه لما بتقفل معاك خلصت. ايه يا عبد الحميد انت هتاخد اللعب كلها؟ ده فرنسا بلد اللعب يا حبيبي. خدي يا هاله. مش عاوز. ايه يا هلول مالك يا حبيبتي؟ زعلانه عشان عبد الحميد مسافر. وانت مش زعلانه يا عبد الحميد؟ ايوه فرحانه عشان هشوف مامي. حنني وبنني وعلى حجر امي ونيه. حنني وبنني. طب ما تنسيش بقى تحطي لي الباسبور والتذاكر في الشنطه بتاعه البني، والفلوس حطيها في الصوص اللي جوه. دي زعلانه ليه؟ عشان مش هلاقي حد العب معاه، وكمان خايفه ارجع للشارع ولا عيالي يقعدوا يضربوني تاني.
لا ما تخافيش، احنا ان شاء الله هنيجي بدري وهنجيب مامي وانكل متولي. وانتوا تقعدوا هناك كتير؟ لا ان شاء الله هنيجي بسرعه. طيب ما تتاخروش عشان ما العبش لوحدي. ماشي. أنا آسف يا دكتور، بس حضرتك ممنوع من السفر. أنا؟ إزاي؟ الاسم ظاهر على قوائم الممنوعين من السفر يا دكتور. نزل إمتى؟ أنا ما حدش بلغني بأي حاجة. ده اللي واضح قدامي والله. طيب مش إشكال. ابن عبد الحميد يسافر. ولا عبد الحميد كمان هيقدر يسافر، لأنه هو كمان ممنوع من السفر. ممنوع من السفر ليه؟ لأنه ابن سعادتك. عندك يا دكتور الشاطر. زي ما بقول لك احلام، انا لسه ما اعرفش لغايه دلوقتي ايه السبب. انا كلمت عوض المحامي وراح يشوف ايه. ما تقلقيش هتتحل، بكره ولا بعده هنكون عندك. مين اللي زعلان؟ ده هايس مع هاله، ولما عرف اللي احنا مش مسافرين قاعد يرقص. اه والله. يلا باي باي. باي باي. مساء الخير يا باشا. ايه اقعد؟ انا رحت هللت لهم، عملت لهم بوليكه في الاداره، صوتي كان جايب اخر المجمع. انا عايز اعرف سبب المنع ايه؟ قال ايه؟ الكام قضيه الاونطه اللي كانوا مرفوعين علينا من ايام ما كنا في الوزاره. انت مش قلت لي احنا خلصنا من الحاجات دي؟ ما كلهم اتحفظوا يا باشا. وشويه قضايا تانيين اخدنا فيهم براءه وطالبين تعويض كمان. هي قضيه واحده بتاعت المبيدات دي هي اللي لسه في المحكمه. هو انا اي حد يرفع عليا قضيه يمنعوني من السفر؟ ما هو ده اللي انا قلته لهم، انا ما سكتش. النهايه وصلت لايه؟ خليتهم يحددوا لي ميعاد بكره على طول مع اللواء ذات نفسه اللي عامل لك قرار المنع لما اشوف ايه الحكايه. اسمه ايه اللواء ده؟ اسمه اللواء مختار سلامه. دكتور نافع ما تقلقش خالص، انت كويس، كلها يوم او اتنين وتخف وتبقى زي الحصان. اهم حاجه بس الفتره اللي جايه دي انك ترتاح كويس وتاكل كويس. ده ما بيدخلش بطنه لقمه باليومين والثلاثه يا دكتور. بلاش يا سوير، ماليش نفس اكل، حتى اكلوني بالعافيه كمان. الو، اهلا يا دكتور. دكتور عاشور، معلش انا اسفه يا دكتور، ده تعبان وصوته مش طالع. إن شاء الله أول ما صحته تبقى كويسة هيتصل بحضرتك. متشكرين قوي لسؤالك، مع ألف سلامة. معاكي حق يا مدام، دكتور نافع لازم تاكل كويس، البني آدم زي العربية، مفيش عربية بتمشي من غير بنزين. قول له والنبي يا دكتور غلبني معاه. ولو العربية مركونة في الجراج ومحدش عايز يركبها وبقت خردة، إيه فايدة البنزين ساعتها يا دكتور؟ ألو؟ مين؟ مكتب رئيس الوزراء؟ الو، هيا فخامة الرئيس. يا فندم ده شرف كبير قوي ان حضرتك تكلمني، انا مش مصدق وداني. والله يا فندم ده وسام على صدري. عارف سعادتك، انا هلغي الشريحه دي عشان ما حدش يكلمني عليها تاني بعد ما سمعت صوت سعادتك. يا فندم ده شرف كبير قوي. نعم، اجل سعادتك فورا يا فندم. مسافه السكه حضرتك هتلاقيني قدامك على طول. ربنا يخليك، الف سلامه. على السلامه يا فندم. مع السلامه. رئيس الوزراء بيكلمني بنفسه. مش ممكن. مين ده يا سوير؟ ده الدكتور اللي كان بيكشف عليك يا نافع. لا تكشفي، انا كويس يا دكتور، انا كويس جدا الحمد لله. فخامة رئيس الوزراء كان بيكلمني. متشكرين يا فندم، متشكرين جدا.
ربنا يكتر مرضاك. الله يخليك يا دكتور. مساء الخير يا فندم. اهلا يا اشرف بيه، مساء الخير. لو سمحتي ممكن اقابل الدكتور فوزي؟ اه طبعا، اتفضل. ميرسي جدا. نشنت يا فلحة. أنا الشبح. أنا عايز آكل البت دي والواد ده. أنا جعان. أم 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 أم. لو سمحت. إيه؟ الرائد أشرف بره عايز حضرتك. مين؟ الرائد أشرف. أشرف عايز إيه ده؟ هو أنت فضيتنا يا شيخ. يا عم إيه ده؟ فضيتنا يا عم. إيه ده يا شيخ؟ اهلا اشرف بيه. والله ليك وحشه، انا كنت فاكر ان انا مش هشوفك تاني. ازاي صحت معاليك يا فندم؟ معاليك ايه بقى؟ ما خلاص. معاليك ايه؟ اعمل لنا فنجان قهوه عديل. حاضر يا دكتور. الحقيقه يا فندم انا جاي لمعاليك النهارده في زياره غير رسميه. اتكلم يا اشرف. انت ابني وانت عارف ان انا بحبك. الحقيقة يا فندم اللي أنا جاي أقوله ممكن أتجاز عليه لأنه شيء غير قانوني، بس المدة اللي أنا قضيتها مع معاليك خليتني أعرفك كويس جدا، واللي حصل في البلد الفترة اللي فاتت واللخبطة دي خلتني أشوف حاجات كتير جدا أنا ما كنتش شايفها قبل كده. في إيه يا أشرف؟ في أمر من النيابة صدر بالقبض على معاليك يا فندم. بالله كويس، كويس أوي إن في أمر من النيابة. أنا متعود إنهم بيجي ياخدوني من الدار للنار على طول. إنما أنت جاي تقولي ليه يا أشرف؟ يا فندم أنا حسب معلوماتي إن الأمر ده جاي من فوق، متوسع عليه جامد جدا. والحقيقة أنا ما يرضينيش بعد العيش والملح اللي كلته مع سعادتك إن أشوفك تتعرض للظلم ده، ما أحذركش. أنت شاب محترم والظابط هايل، وأنت جاي تنفذ الأمر دلوقتي؟ لا يا فندم، أنا هاجي بكرة الصبح عشان أنفذ الأمر. بصراحة كده يا فندم يا ريت أجي بكرة ما ألاقيش سعادتك في البيت. تصبح على خير. هتعمل ايه؟ ايه؟ هعمل ايه يعني؟ هي أول مرة. حضري شنطة البيض. لا يا دكتور، أنت لا يمكن تتسجن. هتسيب العيال دي ازاي؟ دول روحهم فيك، سواء هالة ولا عبد الحميد ما يقدروش يعيشوا من غيرك. طيب هروح فين يعني عديل؟ هتروح أي مكان وولادك معاك. دول ما صدقوا رأيك يا دكتور. دي هالة كانت هتتفطر من العياط لما كنت مسافر انت وعبد الحميد، ولا عبد الحميد نفسه اتنطط من الفرحة لما عرف ان هو هيقعد معاك ومش مسافر. هتسيب العيال لمين؟ انا عمري ما هربت يا عديلة، انا طول عمري بواجه، اجي على الاخر واهرب. هم عاوزينك ليه يا دكتور؟ مش عشان قضية المبيدات اللي لسه ما اتحكمش فيها؟ والاستاذ عوض نفسه اكد لي انه مليون في المية هتطلع براءة. خلاص يبقى تخرج وتبعد عن الصورة اليومين دول شوية لغاية ما المحكمة تحكم، بعد كده هترجع تاني انت وولادك بيتك. لكن عاوز هالة وعبد الحميد يشوفوك قدامهم وفي ايدك الكلام شد. الف مبروك يا سيادة المحافظ، مش قلت لك ان بعد العسر يسر؟ الله يبارك فيك يا دكتور، الله يبارك فيك. حياه النبي، تبلغ تحياتي وسلامي بفخامه السيد الرئيس. حاضر، والله حوصل له. ممكن سؤال يا دكتور بعد اذنك لو سمحت؟ اتفضل يا دكتور. اشمعنى يعني محافظه الشرقيه اللي مسكتوها للدكتور نافع؟ جرايه يا دكتور عاشور، مالها محافظه الشرقيه؟ دي من اكبر محافظات القطر المصري، وبعدين الواحد هيتبطل على النعمه. اللهم دي مع محافظة واحفظها من الزوال. الواحد يبوس ايده وشه والله. طبعا انا يعني كل اللي اقصده يعني ان الدكتور نافع اصلا منوفي وحياته كلها عاشها في القاهرة ودرس في جامعة المنصورة اكتر من 7 سنين، يعني عمر رجليه ما خطت محافظة الشرقية. جريه جريه يا دكتور عاشور. لازمته ايه الكلام ده دلوقتي؟
الدكتور عاشور عنده حق. دي الأسئلة اللي هيوجهها لك الصحفيين والإعلاميين، ولازم تبقى جاهز بالرد. ألو يا طنط عديل، خدي بابي معاك يا هو. أيوة عديلة، إحنا نازلين خلاص أهو. شحاتة ما بيردش، تلاقيه نايم، هناخد أي تاكسي بقى. بقولك يا عديلة، عزيز أختك عارفة؟ طبعا ده انا مربيها. انت قلت لي جوزها اسمه ايه؟ ايوه ابو الفتوح، ابو الفتوح. لا ما تخافيش، العنوان معايا في جيب، احنا نازلين اهو. يلا امسك، يلا كل واحد ياخد شنطته ورايح. يا مؤاخذه يا باشا، يعني تكون زعلت مني عشان اتشردت عليك قبل ما تركب؟ لا لا لا، هزعل ليه؟ المهم انت تبقى راضي. الحمد لله يا باشا، راضي وشاكر ربنا. الواحد عارف هينزل ويرجع بالتاكسي سليم ولا لا. البلد بقت كرخانه يا باشا، بقت بايظه، بقى اي حد عايز يعمل اي حاجه ويعملها ومحدش بيكلمه. يلا الو. فتحت عليا يا ريس؟ ايوه فتحت عليك، عشان عمال اطلبك وانت ما بتردش، كنت عايزك في مشوار. اديني ربع ساعة في الثانية اكون قدام عليك. لا خلاص انا خدت تاكسي. ليه كده يا معالي الوزير؟ طب عليك فين؟ لا مؤاخذة يا باشا، ما تاخدنيش في السؤال. هو سعادتك شغال ايه؟ بتسأل ليه يعني؟ يفرق معاك؟ لا ما يفرقش، اصلي سمعت اللي كان بيكلمك في الموبايل بيقول لك معاليك. الله، انت بتصنعت على مكالمات الزباين كمان؟ والله يا باشا عادة منيلة، ربنا ما يقطعها ابدا. بس انا سعادتك من ساعة ما ركبت معاه العربية وانا بشبه عليك لمؤاخذة. طيب يا سيدي، انا استاذ في الجامعة. لا لا يا باشا. لا ايه، مش باين عليا ان انا استاذ في الجامعة؟ انا شفت سعادتك في حتة، بس فين هموت وافتكر. طيب يا سيدي، عشان اريحك أنا وزير سابق. أيوة أيوة كده، أيوة كده صح. الوش المنور ده شفته في الجورنال قبل كده 100 مرة. يا نهار أبيض، تشرفنا تشرفنا قوي يا سيادة الوزير. وزير سابق سابق،